الإنسان مراحل، الإنسان مراحل. أي حد يسمعنا اليوم لازم يعرف أن اللي يمر فيه ما في فرح يدوم ولا في حزن يستمر. فأنا اللي مريت فيه كان له بداية وكان له نهاية، لكن أنت في كل مرحلة لازم تكون واعي. نعم. أن إذا أحب الله عبدا ابتلاه. نعم. ليش الله يحبنا يعورنا؟ كيف؟ سؤال فلسفي بحث. كيف أنا أحبك أعورك؟ أنا أحبك أعلمك مهارات تعلم أنت محتاجها، يمكن هي عندك لكن محتاجة صقل، يمكن ما عندك لأنك بتحتاجها بعدين. فرب العالمين أنت في شو مريتي؟ هاي الدرس اللي أنا تعلمته، شو اللي مريت فيه ما في ثانية ما كانت مفيدة لي؟